السلام عليكم، معكم المريبيح من عين صفا ناحية وجرش المنطقة السياحية. ممكن تهضرنا على هذه الريستورون ديالك؟ شنو كديروا فيها؟ شنو نوع الاخبار؟ شنو نوع المأكولات اللي كدير؟ كل شيء موجود، كاين الطواجن، الكفتة، الكوتليت، الزبدة، العسل، الجبن، أملو، كل شيء عندي موجود. الخبز ديال المطلوع، البيض البلدي، اللي بغيتو موجود عندي هنا. مرحبا بالجميع. هذه منطقة سياحية، يعني كيجيو عندكم بزاف تاع السياح هنايا؟ كيجيو السياح، معروفة بزاف. واش كتخدموا السنة كاملة ولا عندكم غير شي موسمي؟ تقريبا السنة كاملة نخدم. يعني الناس يجيو عندكم واخا في المشتا؟ يوميا خدامة أنا، يوميا. كتقدموا لهم ذاك الأطباق اللي معروفة هنايا في المنطقة؟ الناس تبغي ذاك الشيء البلدي، بحال الزبدة البلدية، الخبز ديال المطلو، الشوا، الكفتة، الكوتلي، الطواجن، كل شيء عندي موجود هنا. والرخاء عندكم؟ املو، املو، هاي العسل الحرة، هاي العسل الحرة، زيت الزيتون، كل شيء طبيعي. لا تاع التربية ولكن بحال الحرة. ناكلو حنا ولكن بحال التربية. مزيان. يعني عندكم البن، هذاك الرايب، الرايب كان الرايب، وكان الجبن ديالو، كان عاود الجبن، هو الجبن البلدي. مزيان. الجبدة البلدية، الجبدة البلدية عندي، كلشي موجود. حاليا لقيتوا المشاكل في كذا ساعة؟ ما كتشوف كاين الخدمة؟ لا ما خدمتش، ما خدمتش أنا كور، ما خدمتش. حتى يعني رفع الحظ؟ حتى رفع الحظ، راه خدمت. دوكا كون مزيانين خدمت؟ لا الحدود اللي راني خدمت. ولا شوية؟ شوية راه تحسن هاد النهار شوية. نتمنى لك إن شاء الله مسيرة موفقة، ونضرب واحد الطليلة هنايا على مرحبا، ومرحبا بالجميع اللي يعرف عين سوالكا، ومرحبا بي عندي، كلشي موجود والرخاء. ياك، مرحبا بك.